السلام عليكم، معكم سفيان البلوطي كما العادة. معكم جديد اللي غادي نشوفه هو امبليفيكاتور مع سيرفر ميزيك. اللي غادي نشوفه اول حاجة كيفاش غادي نكابليوه، لي سورسي ديالو، لي زونطري ديالو، ومن بعد فاش نركبو ديك الساعة ندير لكم واحد الفيديو ديال التيست ديال الصوت ديالو والريغلاج ديالو في لابليكاسيون. اول حاجه اللي غادي نشوفو هو السيرفور، اللي السيرفور كيجيو مع كيجيو السيرفور ديال لي زون، التسميه ديال لي زون كيجيو مع لي فيش ديالو، التسميه ديال لي فيش بليس فيش بور تيليفون ولا سيرفور ولا المهم شي حاجه اللي غادي نشوفها معاه. اول حاجه كنروح لها هذا هو السيرفور. قرب لكم على حساب لاكام اللي كتشوفوا هنايا، وهو المدخل التيار عنده هنايا، عنده باش تشعل وتطفي. فاش كتشعلو من هنايا كاين عندك واحد الكليك هنا لقدام باش كديماريه. بليس عندك هنايا ربعة ديال لي يوس بي، جوج عندك لقدام ديال لي يوس بي يعني هي ستة. عندك الاش دي مي، فيش اش دي مي، وعندك على حساب المونيتور، وعندك جوج لي يوس بي على حساب الا كنتي غديرو مودم ولا عندك كلافي ولا لا سوري الا كنتي باغي تخدم افيشور ديال تخدمو مع لافيشور. بليس عندك هنايا الريزو ار جي، فيش ار جي. لي زون عندك وهو 8 ديال لي زون في هاد التمنية هادو هنايا مختلطين لا لين ديال المدخل، وعندك لي زون هما المخرج. لي زون اللي عندك الواحد، وكاين الجوج، كاين ثلاثة، الربعة كاين هنا في الوسط، اما هاد الفوقاني هو المدخل مثلا تبرونشي مع التليفون ولا سيرفور ولا، وعندك داك اللالين اللي تقدر تحطها في اي زون تخرجها، يعني هذا المدخل كما كنقولوا هذا المدخل ديال الموسيقى يقدر تلونسيها في اي زون عندك، يعني عندك 8 ديال لي زون تلونسيها، يعني 4 في هذه الجهه. وعندك ميكرو هنايا، الميكرو الاول، عندك الميكرو الثاني، وكيبقاو لك هنايا 4 د لي زون، يعني 5 6 7 8. هذا هو البرونشمون ديالو. هاد السيرفور فيه 4 د لي زون، كاين 8، كاين 12، كاين 16، كاين 20، الماكسيموم فيه 20 زون. يعني على حسب، كل ما تزادوا لي زون كل ما تزادوا هنايا في لي فيش كيتزادو هنايا. هذا فيه 8 ديال لي زون. عندنا القدام لي يوس بي، عندنا واحد الفيش هنايا، واحد الساروت كنفتحو، فاش كنفتحو كيعطينا هنايا كما شفتو جوج ديال لي يوس بي، هاهوما جوج ديال لي يوس بي، وعندك كاسك، وعندك ميكرو الا كنتي باغي تدخل الكاسك وميكرو. لي مزيان في هذا وهو فيه 1048 جيجا في الديسك دير، يعني سعة هائلة من التخزين اللي غادي تقدر توصل حتى ل 250,000 موسيقى، يعني موسيقى ولا يعني على حسب تقريبا 5 دقائق في الاخر في الموسيقى، يعني ولا في الموسيقى ولا، المهم ماشي بالضرورة تكون موسيقى ولا هذه، المهم عندنا 250 تقدر توصل 250,000 مقطع،
كما كنقولوا مقطع، 250,000 مقطع، يعني 1048 جيجا في الديسك دير ديالو. كيمشي مع واحد السي دي اللي كيعطيوك فيه اللوجيسيال اللي تقدر تخدمهم في البي سي، من الانتي فيروس على حساب ما يتقاش، كيعطيوه لك بلا ميزاجور، كيمكن لك تدخل فيه الميزاجور ديالو بعدا باش تلونسيه. بروغرامي على حسب اللي بغيتي. اللي فيه اخر جوجل بلاي، كيجيري لك جوجل بلاي، كيجيري لك سمارت بلاي، كيجيري لك كلير بلاي. فيه مجموعة هائلة ديال التخصصات، مازال ما قلبت فيه مزيان باش نحفظ داكشي اللي فيه كامل واللي كيجيري. المهم شي حاجة آخر ما كاين، شي حاجة مزيانة، حتى الصوت ديالو طيستيتو، حتى الصوت ديالو يا سلام. كيعطيك الريكلاج، تقدر تدخلو في لا دوموتيك مثلا، في واحد الحالة اللي وصلت مثلا لوقيتة 8 ولا 10 وبغيتيه يلونسي لك في لي باف شنو اللي يريدو اللي مفتوحين، كيلونسي لك الصوت، كيعطيك صوت. واخا حتى تكون طالق الموسيقى، كينقص من الموسيقى وكيقول لك ودي راه الريدو الفلاني راه مفتوح. زيد على ذلك الفيديو فون، يمكن لك الصونيت ديال الفيديو فون يتوصلك في لي باف بكليك، كيصوني شي واحد في الفيديو فون كيتبلانسا عندك، واخا تكون طالق الموسيقى كتنقص وكيعطيك الصونيت ديال الفيديو فون، ولا يعطيك الصوت، يعني الصوت باللغة، عنده باللغة الإنجليزية ولا الفرنسية. المهم عربية ما فيش، باش يكون متفقين، شي 7 ولا 10 ديال اللغات اللي تقدر تحمل فيه. اللغة العربية اللي كيجيريهاش. زيد على ذلك اللي كليك ديال الاكليراج ولا شي حاجة اخرى، فيما كليكيتي على اكليراج ولا شعلتي بولا ولا طفيتيها ولا بغيتي يلونسيها عندك يلونسيها. ولكن انا من الاحسن كنقول هاد الخدمة بلا ما يخدمها، حيتاش كل ما شعلتي الضو غيبقى يلونسي لك الصوت في ليبا، فربما غيكون واحد الضجيج ما يكونش مزيان. يعني الصراحة ما عجبتنيش انا في هاد القضية، ولكن هو مسموح، هو كيقول لك الا بغيتي، داكشي على حسب البروغرام تاع اللي اختاريتي. اللي فيه 8 ديال لي زون، كيمشي مع امبليفيكاتور ديالو. الامبليفيكاتور ديالو غادي نشوفو حتى هو، غادي هو ثقيل شوية. الامبليفيكاتور ديالو اللي فيه 6 زون، عندك 1 2 3 4 5 6، 6 لي زون، عندك خدت سيا هو هذا. عندك لالين، الا بغيتي تجمع ما بين لالين ا و دو كتجمعهم هنايا. عندك لي باف على حسب لي باف اللي بغيتي تكثر فيه، وعندك جوج ديال المأخد، يعني لالين، عندك ليزون، يعني جوج ديال ليزون هنايا، هي 8 تدخل وتخرج من هنايا جوج. هذا هو، ما فيش شي حاجة كثيرة. برونشمو ديالو سهلة، برونشمو ديالو سهلة، من السيرفور ميوزيك كتدخل هنا وكتخرج من هنايا لي باف. عندك باف ان باف دو، اللي فيه جميل، وهو كيجيري جميع الانواع ديال لي باف، كيعطي واحد الصوت زوين، كيعطي لك الصوت زوين مزيان، غير هو ثقيل.
الواجهة ديالو ما وريتهاش، هذه هي الواجهة ديالو. اللي غادي نشوفو من بعد وهو انا غادي نحط لي كابلي ديالي حاطهم، غادي نحاول نبرونشي لي فيش ديالو، نحاول نركبو، غادي ندير له واحد الكونفيغوراسيون تيست، وغادي نحاول نشارك معاكم هاد التيست في لي باف ونشوفو المزايا اللي عندنا في لابليكاسيون اللي نقدرو نتحكمو بيها واللي نقدرو، وغادي نحاول